انت تبي تذلني لاني احبك؟ انت ما تحبيني، تحبين نواف ونواف يحبك. وانت دخلت قلبي علشان تعرف احب منه ولا ما احب منه؟ استاذ استاذه انا مو قادر افهمك ولا بفهمك، ترى الموضوع مو غصب. انا بترك الشغل معك واخلي عني. فيصل حبيبي. لا تقولين حبيبي. خلاص خلاص ما اقولها، ما راح اقولها. انت مو تبي العلاقه بيني وبينك شغل، خلاص تعال ارجع للشغل وللمرسم وارسم. ما بيشتغل. ليش؟ لان هذا بيخرب حياه وايد ناس وحياتك. يخرب حياه ناس وايد؟ مثل منو؟ مثل نواف. امتثال. هذا مو كلامك. كلام امتثال. امتثال وكلامها صح. واخري عني، خليني اعيش مع ناس بمستواي. مرام، مرام اصلا ما تصلح لك. مرام ما تحبك انت وما تصلحون حق بعض. على الاقل مستواي تفهمني وافهمها وتحبني، ومستحيل تحب احد غيري. وحبها لي ما راح يخرب حياه احد. وانت رحت خطبت مرام علشان ما تدمر حياه امتثال ونواف؟ خطبتها عشان ما ادش بامور ما افهمها، علشان القى لي مكان اعيش فيه وارسم. خطبتها لان هي ما تكلفني شيء. خطبتها يمكن السعاده اللي ما شفتها بحياتي اشوفها معاها. خطبتها لان ابوي يكرهها يمكن هالشيء يقهرها. خطبتها لان ما عندي فلوس اخطب غيرها. انت ليش تفكر بالطريقه هذه؟ يعني عاد نفسك انك فقير يعني؟ اي فقير وما عندي فلوس، حتى معاشي الاخير ما اخذته منك ولا ابي. انت عندك موهبه ممكن ترسم وتربح الملايين وتكون شريكي. ما ابي اكون شريكك، ابيك بس توخرين عن حياتي. تدري ليش؟ ليش؟ لان اكرهك، اكره كل شيء فيك، اكره حياتك، طريقتك، تصرفاتك. يمكن انت اكثر انسانه انا كرهته في حياتي. فهمتي؟ اكرهك. آدمي كنت قاعد تجسس علينا؟ تطمن. أنا قلت لها أكرهج عشان توخر عني، بس أنا قلت لها أكرهج بس عشانك نواف. من قال أبي فزعتك؟ من قال لك؟ أنت أدري سويت فيه؟ أنت بكلامك هذا ممكن تقتلها، ممكن تدمع نفسها. لا ميانين، لا كلكم مياني. وخروا عني ها؟ مثل ما توقعت، الحقد والحسد دارسين قلبك. بسم الله، ده انا شفيت. قلتي حق فيصل يبعد عني لانك ما تحملتي تشوفيني اعيش قصه حب طول عمرك. تكرهيني وما تحبيني وتنافقيني. شو السالفه انت شو تقولين؟ رحتي قلتي له ان وجوده في حياتي يدمرني ويدمرك ويدمر نواف. قصر حسك احنا في مكان عمل. خلاص ما عاد في عمل بيني وبينك. بانت نواياك وظهر كل اللي بقلبك. ما أبي أشوف وجهك في أي مكان تواجد فيه، فاهمة؟ دانا ممكن أنت فاهم؟ ماكو تفاهم، والعقد اللي بيني وبينك اعتبريه لاغي. دانا إيش فيها هذه؟ أستاذة والله دشت غصبا عني. أستاذة دانا سمعيني، دانا دانا أقلي يا دانا، انت تمرين بمرحله غريبه، لا تاخذين قرارات تندمين عليها. افضل قرار اخذته في حياتي اني اطلعك منها لانك ما تستاهلين تكونين فيها. كل هذا عشان فيصل هالطفل الغبي الامي